قوس خطر نقص التطعيمات وغيابها طيلة الأشهر الماضية بمراكز الرعاية الصحية بات يدق أوساط الأسر والأطفال حديثي الولادة. الأسباب ذاتها، وإن اختلفت المبررات وتعددت الحكومات، فالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أرجع تأخر توريد التطعيمات هذا العام في بيان نشره عبر صفحته الرسمية إلى ما أسماه بالتعقيدات الإدارية والرقابية، الأمر الذي تسبب في النقص الشديد لمخزون التطعيمات داخل الدائرة الباردة وتوقف الكثير من المراكز الصحية عن تقديم خدماتها الأساسية. أسباب أربكت البرنامج الوطني للتطعيمات والذي يعد من أهم البرامج الصحية في مجال وقاية الأطفال وسلامة شرائح المجتمع من خطر انتشار الأمراض السارية والمعدية. إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أشارت في بلاغ لها إلى أن التأخير في توريد الطعوم يتطلب إعادة بناء جدولة جديدة تضمن عدم تأخير إعطاء الجرعات لمستحقيها من الأطفال وحديثي الولادة. مناشدات طالت كل ذوي العلاقة بوزارة الصحة والمجلس الرئاسي المقترح بتحمل مسؤولياتها والتسريع في إيجاد آلية تضمن وصول الطعوم من مصادرها الأصلية وتجنب تجزئة التوريد وعرقلة الحركة الفنية والرقابية. فجوات تتعاقب بتعاقب الحكومات داخل دائرة الرعاية الصحية، الأمر قد يندر بخطر ضعف المناعة لدى الأطفال وترنح برنامج التطعيمات على حافة الانهيار.